عقبالك، شدي حالك، ان شاء الله بنفرح فيكي قريب. وايش كمان؟ ايش زياده عبالك؟ طب انت كيف شعورك لما يقعد يحكوا لك هيك؟ بحس حالي كبرت وراحت علي ورا على الناس و... طيب بتحسي، طب عمرك فكرتي بايش معنى شد الحيل؟ او لما احد يقول لك شدي حالك ايش بتفكري اول شيء؟ انه يعني لاقي لك شي حدا هيك على السريع عريس ويلا طبقي وزبطي وتزوجي. سلمى؟ Yeah. Okay, يلا. You're yeah. filming? For a while now. Okay, شوفي، مبارح وصل لي لينك على الفيسبوك. استني لازم أشوف. I hope it's still there. Zain invitation. Okay, I couldn't believe it. Okay, that's why I told you to set up the camera. You should, you have to see this. رهيب. يعني, yeah, هلا بتشوفه. Okay, اسمه The Heel Camp. Okay. And the community is, this is what they say. We teach girls how to become good wife. Good wife. We are sure if you come here, you will get married. Only Arab girls, please. Are you gonna call them? Oh. أكيد هتصل. ما أعرف بس بدي أحكي معهم. ألو؟ يا مرحب. لقينا إحنا لقيناكم على الفيسبوك. The Heel Camp وعن جد أثار فضولنا المخيم تبعكم وكنا حابين أنه نيجي لو ممكن نعمل مقابلة معك أو نحكي معك. أوكي alright أوكي شكراً شكراً يلا مع السلامة باي. أوكي أتكس عنا مقابلة بكرة معها. وافقت على مقابلة وسألت أنه لو إحنا عرب لأنه فينا مكتوب only Arab girls please. فاي ما بعرف I think هذا هو. طب هلا just stop up there. عادي يعني ما كفينا عادي بقدر أصف. إيوة صف. بس بتعرفي مو أحسن نطفين الكاميرا؟ لا ما بعرف بحس هيكون في intimidation or something. خلينا أحسن. لا أحسن بفضل إنه بس نحكي معها وبعدين نأخذ إذن منها أول. لما سألنا السيدة ابتسام لو ممكن نجي مقابلات مع البنات رفضت وقالت إنه البنات مو مرتاحين للفكرة إنه أحد غريب يجي يصورهم. بس السيدة ابتسام كانت مستعدة لتحكي معنا وما كان عندها أي مشكلة مع الخجل. The camp is a heels. It فتح بشهر 9/2007 قبل 5 سنين. قبل 5 سنوات. وليش إيش ممكن تحكينا إيش أهداف أو إيش الأسباب اللي أدى؟ بنات الزمن ده بيروحوا المدرسة بيتعلموا بيدرسوا وما عرفش ايه اللي بيحصل بالمدارس بس بيتخرجوا. الواحدة فيهم مش عارفة تدير منزلها ازاي، تخلي بالها من راجلها ازاي، تتعامل مع حماتها. وحاجة دي مهمة جدا جدا يا حبيبتي، مهمة جدا التعامل مع الحما علشان تبقى ربة بيت كويسة، علشان تبقى هي أم الأجيال المستقبلية. والله العظيم حاجة على العين والرأس. يعني إيش هذا كامب بتدربوهم فيه؟ بندربهم على حاجات كتيرة، بندرب الوحدة فيهم من ساعة ما تصحى الصبح. يلا يا حبيبتي يلا بسرعة بسرعة اصحي اصحي بسرعة. أيوة يلا زي ميك اب بيفور هي ويك اب. يلا يلا أيوة 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 بسرعة وريني. أيوة 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 ما عندي 29 28 5 4 3 1 0. بس مع التطور يعني والتقدم في كل إشي يعني في المجال يعني هلا يعني هذه الأشياء لسه مهمة يا حبيبتي. التطور والتقدم اللي بتحكي عنه ده بيحصل بكل حاجة إلا بالعلاقة بين المرأة وجوزها، العلاقة بين المرأة وحماتها، الحاجة اللي بتعمليها في البيت وما حدش بيبص عليكي. ده دورنا إحنا بقى. والله العظيم انا اعمل ايه ده انت هتتفصلي. طب فينا نعرف قد ايه عمرك؟ انت تسالي ليه يا حبيبتي؟ بس عمري؟ عمري. طيب احنا هنا نتكلم عن عمري ولا هنتكلم عن العرايس المستقبل بقى؟ احنا هون جايين نتكلم عنك، عن المشروع اللي انت فاتحاه، فبدنا نعرف يعني لو نقدر نعرف باك جراوند انفورميشن عنك. 45 سنة. 45 سنة. طب حضرتك مزوجة؟ مش باين عليا. لا ما عارفه والله. حضرتك مزوجة حبيبتي؟
إذا سؤالك عن البنات اتجوزوا اتجوزوا البنات الحمد لله اتستروا في بيوتهم. بس بس حبينا نحكي لو يعني انت لو انت مزوجة لانه انت من السؤال ده يعني المقصد منه ايه؟ لا ما في مقصد بس انه يعني متجوزة انت يا حبيبتي؟ لا اكيد لا. ما انا قلت والله من اول ما شفتك قلت بنتي ما جاتش الكامبي زهيلز ابدا. تعالي الكامبي زهيلز وانت تتجوزي من بعد بكره وبالذمة تتجوزي بعد بكره. استحالة. تعرف ايش يعني استحالة؟ مستحيل. This is يعني ولا عمري في حياتي تصورت اي نعم حطيها على الفيلم هاي تصورت انه في هيك بتفرق ايش يعني الاستحاله في الموضوع هنا انه في بنات مشاركين they're actually girls that are pro this or they're in for this وعندما يطفح الكيل وتسوء الاحوال انا وانت عريب لازم نشارك حشتك جولك زي كيم في زي هيلز شكلك تبغى تتجوز شوي معاهم لا بس يعني it's kind of like لا لا it's like Stockholm syndrome لما somebody gets kidnapped and they feel sympathetic towards طيب انت ما يا طب ما في فضول ما عندك فضول فضول غير حماس اوكي انا مو متحمسه بس فضول لانه عريب هذا والله العظيم I thought it was a joke لما شفتها on Facebook بعد كم اسبوع من زيارتنا لذا هيل كامب اجانا اتصال من 2 من البنات اللي كانوا بنتهم للمخيم وتم اجراء مقابلات معهم قدرنا نسالهم فيها عن الاسباب اللي ادت لانضمامهم لهذا المخيم انضميت للكامب عشان ارضي اهلي وأرض المجتمع بالأحرى صراحة بعرف إنه في ناس كتير بيفكروا بالكامب إنه بيفكروا إنه مهزلة أو فكرة سخيفة بس يعني بعتقد إنه الواحد لازم يحط حاله بمواقف إنه يمكن ما يعجبه بس لازم يعمله عشان يرضى أهله وأحبابه مجتمعنا بيحط الإنسان تحت كمية كبيرة من الضغط هلأ لما بضلني أسمع عقبالك متى حنفرح فيكي شدي حالك إنه بحس هيدا هو الهدف الوحيد في الحياة وكل شي تاني ما له قيمة يلا يا ستي شد الهمة عقبالك إن شاء الله نفرح فيك عقبالك عقبال ما نفرح فيك عقبال ما نشوفك عروسة يلا عقبال ما نفرح فيك يا حلوة وشدي حالك شدي حالك شدي حالك شدي حالك شدي حالك يلا شدي حالك Get this on tape, huh?